علاقات سامة ومؤذية، في 7 أبراج هيتخلصوا من علاقاتهم في ال4 شهور اللي جايين في السنة. قولي لنا بقى العلاقات السامة في حياتهم. بالظبط كده، يعني انا عايزه اقول ان خلاص اللي باقي من السنه 2022 4 شهور، ففي ناس كان بقالهم فتره، مش علاقات جديده، بقالهم فتره في حياتهم علاقه بتاخد بتستهلك من اعصابهم وبيظلم وبتجرح وبتضغط، فالناس خلاص في 7 أبراج طاقتهم هتخلص ومش هيبقوا متحملين وهياخدوا القرار. مين هم 7 أبراج؟ طيب من غير زعل ويتقدروا من غير الصراحه، أي لان حاجة. بلاش يعني في اول برج هو برج الجوزاء. جوزاء، برج اكتبوا قلم ورقة يا أستاذة. جوزاء جوزاء أهي. الجوزاء انا بعتبر ان احنا بنقول كده ان الجوزاء كان داخل في علاقه مرقصه على السلم، مش معرفه راسه من رجله، انا معاك ولا مش معاك، احنا حبايب ولا احنا مش حبايب، فبدأ يفقد صبره ويزهق، عايز يعرف راسه من رجله، فممكن صبره يتقطع ويقطع. فالجوزاء هيسيب مين الأبراج اللي هيسيبها؟ الجوزاء ياخد باله بقى من الجدي والحوت. يعني الجدي والحوت هما مرشحين في الجوزاء ياخد باله للثبات. ما يصعدش، مش لو هو باقي بقى على العلاقه ومش عايز يقطع العلاقه السامه دي، ما يصعدش علاقات معاهم لان علاقته حرجه بالجدي والحوت. طيب بعد كده يعني مين؟ الجوزاء تاني. علاقة حرجة مع الجدي والحوت. ولو اتقطعت علاقه اي حد مرتبط من الجوزائيين بجدي او حوت مش عايز يقطع العلاقه، يبقى يبقى الاربع شهور مرن اللي بقى، جايين بقى يسكت يتنازل خالص. بالظبط. ويصمت. مولود الثور تاني حاجه، مولود الثور، مولود مواليد الثور معظم مواليد الثور يعني كانوا في علاقه اللي بيتسمى عليها علاقه سريه او علاقه ثلاثيه او مش معلنه. اللي من مواليد الثور اللي داخلين في علاقه ثلاثيه او علاقه في السر ممكن يزهقوا من العلاقه دي، ادتهم وعود ما وافقتش بالعود، العلاقه دي حتى ما انا بقتش بشرت بقى. بتدي خلاص، فممكن مولود الثور يبتدي يتمرد على العلاقه السريه او الثلاثيه. احنا بنتكلم هنا على الستات صح؟ او رجاله صح؟ ستات او لا رجاله. الاثنين، اوكي، ست يبقى او احنا راجل. عندنا جوزاء ثم تور. مولود الثور. طيب الثور والجوزاء. اورانوس طبعا هيتراجع بشكل مفاجئ في الثور فهيخليهم يقطعوا طب مع العلاقات مين بشكل بقى؟ الثور مع ياخد باله من الميزان والاسد. الميزان. تمام. والاسد طيب والاسد البرج الثالث. البرج الثالث هو القوس. القوس القوس. دخل حياته في السنين الاخيره علاقات غير مدروسه، عشوائيه اوفا. بسرعه وبشكل عشوائي كده، الله واما دخلها من غير ما يدرسها وتشوف اذا كانت مناسبه له ولا لا. فمولود القوس من الناس اللي ممكن تقطع علاقات، ياخد باله من علاقاته مع السرطان والعذراء. سرطان وعذراء نعرف مين والقوس. قوس يسوس وخصوصا عشان انا مش القوس عارف. اللي دخلوا في حياتهم علاقه بسرعه كده ما درسوهاش، الله وأم العلاقات. بس انا ما بتكلمش على الناس يا جماعه اللي ما بينهم اولاد ومستقرين، احنا بنتكلم عن العلاقات اللي القوس دخلها في حياته في السنين الاخيره وما كانتش مدروسه، يبقى دي اللي هو عشان علاقات بس الحب. الناس اللي عندهم بيوت علاقات الحب مستقره ما يقلقوش. او الجواز اللي هو لسه متجوزين او الجواز في السر. وما كانوش مفكرين فيها. العقرب. العقرب مولود ماله؟ العقرب هيسيب مين؟ اختي. امتى هيسيب علاقه سحبت من طاقته او علاقه مست كرامته، كرامه العقرب ما حدش يمسها، او دخلت كده قللت من قيمته. فالعقرب كان صابر على علاقه ممكن تكون السنين اللي فاتت قللت من قيمته او سحبت من طاقته شويه او او هانته اجهدته. بسوء يعني ايه ظن. سحبت من طاقته؟ يعني يعني اجهدته. الرصيد يعني خلص. يعني عارفه اللي هو على طول معصبه وعلى طول موتره وعلى طول ما بتخليهوش ينام وعلى طول داخله معاه في خناقه، خلاص ما عندوش طاقه، قعدت تسحب من طاقته فخلاص بدا ايه يزهق منها. او تكون هانت كرامته او قللت من قيمته. هو حد العقرب. يهين العقرب؟ بالظبط زي ما العقرب انت لا قلت، مساس برافو خالص. عليك يا سهير. فاي علاقه مؤخرا بدات تقلل من قيمه العقرب، تثير غيرته بزياده، يعني تخنقه، هيبتدي مين بقى من يعني مين العقرب؟ بقى باحث عن الحرية؟ القوس والجوزاء والحمل. سلام. قوس القوس انا جوزاء بكتب. وحمل. القوس والجوزاء جوزاء والحمل. يبقى القوس والجوزاء والحمل والثلاث وانتوا في ابراج دول حياتكم وعقرب. لو لمسوا كرامته او قللوا من قيمته هيتخلص منها الاربع شهور اللي انتبهوا بعد. انتبهوا. يعني الابراج اللي لا مساس لكرامتها وما جيش ناحيتها خالص. العذراء. انا العذراء. بصي بقى يا مصيبه، العذراء هيسيب مين؟ هقول العذراء. لك بقى. العذراء العلاقات اللي كان داخل فيها العذراء وبدأت مع الوقت تفقد قيمتها، رونقها. علاقة معينة كانت بتدي لك قيمة أو معنى أو حاجة معينة وبدأت الحاجات اللي كانت بتديها لك بقيتش تديها. أنت كنت مثلا بتديني حاجة معينة، الحاجة دي أنت بقيتش تديها. فقدان البريق يعني. بريق وحاجة برق. كمان، العذراء هو أصلا بطبعه منتقد، فهو ممكن يكون دخل في علاقة هي اللي بتنتقده وهي اللي بتضغط عليه وهي اللي
بدأت بدل ما هو اللي بيقوم بدور، لا ده انت اللي بتلعب الدور ده عليا، فهيلاقي نفسه طب وانا باخد منك ايه؟ هيلاقي نفسه خارج وعلاقة الملعب. بعد ما كانت هي اللي بتسند العذراء، لقى نفسه ده هو اللي بيسندها. يعني علاقة انا اللي كنت بدور انت كنت بتسندني، لا ده انا اللي بقيت اسندك، فهيبتدي يفكر بالعقل. هو اصلا العذراء بيفكر يعني بالعقل، العذراء هيلاقي ان هيقول استفادته من العلاقة ما بقت انا لهاش ساند قيمة. عليك، ده هيخرج من انا ساند انا عليك، مش ساند عايزه انا ساند بالظبط. عليك. ايه مين بقى؟ العلاقات؟ الحمل والقوس. حمل الحمل اه والقوس. برجين ناريين يعني العذراء مع الحمل، ياخد باله هيسيب الحمل ما او يصعد لو القوس. هو باقي عليهم، يحاول انا العذراء ما بيبقاش على حد، اللي يحاول. هيقرفنا ياخد بابه ما انا ويمشي بقول لك لو طبعا العذرائيين اللي بيتفرجوا علينا، لو العلاقه مع الحمل والقوس او اي حد تاني، انا بقول هو بصفه عامه بس بركز في الاثنين دول، لو تفرق معاك وحاول تجيب ورا ورا. يعني تتنازل، خليك ما مرن اهدى خالص بالدور لو انت خلاص، باقي على العلاقه. خليك ناقص لنا اتنين. خليك على الهادي. في سرطان الجدي، الجدي مولود الجدي هيسيب مين؟ الجدي هيكون حاسم جدا في قرار قطع العلاقه ومش هيسمح بالمفاوضات. يعني اللي هو طب لا عنيد، نخلينا، لا هيكون حاسم وحاد، راجل عنيد، وعلاقه كانت بيحاسبن عليها بقاله فتره، عارفه انت لدرجه الحسبانه، اللي هو لانها علاقه ظلمته، فعايز يخسرها، خسارتها نفسه. ظلمته. فالظلم اللي وقع على الجدي والحسبانه اللي كان بيحاسبنها الشهور اللي فاتت، ان لم يكن قطع اوريدي فهو هيقطع في اللي مع باقي. مين بقى الجدي هيقطع؟ الجدي مع التور والعذراء. تور وعذراء. اه تور، انا اعرف مين جدي اصلا. تور، يا لهوي. وبعدين انا محدش يقدر يقطع معايا. سوري سوري، لا يا جماعه لا سوري. لا، ده بتكلم مع على الجوزاء الجدي والميزان، انا اسفه اهو، يا جماعه. شفتي من غير ما لا لا، اصل انا دخلت في عيني جابت الجدي المدرسه. ايه؟ الجدي مع الجوزاء والميزان يا جماعه، الجوزاء والميزان، ياخد باله في علاقاته ما يصعدهاش مع والميزان. الجوزاء والميزان. اخر برج معانا هيقطع علاقات في الاربع شهور الباقيين، الحمل. الحمل، الحمل علاقة الحمل بقالها الليلي. سنين في حياته كان بيعافر ويلاقي أعذار ليها، كان بيقعد يقول لا أصل كذا، وبيلاقي لهم أعذار وبيخلق أعذار وبيخلق أعذار. لا، طاقة الحمل العلاقة دي كانت بتدعمه وهو بيدعمها، يعني كانت بينج بونج رايحة جاية، أنا بدعم شوية وهو بيدعم شوية، أنا بدعم شوية. فبدأ الحمل طاقته تخلص، كان صابر عليها، بيلاقي لها أعذار، بينصح وبيدادي وبيطبطب وصابر علشان العلاقة دي كانت بتدي له حاجة. أولاد بينهم بقى، عشرة، عيش وملح، استفادة مالية. الحمل كان صابر لاستفادة ما من يعني العلاقة، الحمل منتقد ومندفع وغضوب وعنيف. مندفع متهور بس هو مش يعني مش من الناس اللي بتسيب بسهولة تمام، ومش بترمي الفوطة بسهولة. هيسيب مين بقى؟ عشان كده عيني جت غلط، هيسيب حد من التور او العذراء او الجدي. تور، عشان كده عذراء، جدي. حد من الحمل طاقته خلصت بخصوص الثلاث كده. ابراج دول تحديدا. يا ريت يا جماعه، احنا بنقول دي طبعا تحذير، احنا مش بنخوف الناس، بس الناس اللي لسه باقي على علاقه من السبعه اللي احنا قلناهم، حاولوا تفكروا تاني بهدوء، وتهدوا وتهدوا الريتم شويه لو انتوا باقيين على العلاقات. تاخدوا خطوه لان لورا. ليه قلنا الابراج دي؟ لان الكواكب قاعده لهم في حته، يا اما بتقويهم جدا، بتقويهم، الكوكب ده داخل لك بيقويك وبيدي لك اندفاع وتهور، فانت هيخلص لك طاقتك. فمواقع الكواكب هتخلي الابراج دي اللي كانت صابره، لا صبرها بيقل، اللي ما كانتش ضغط عليها لا بتضغط، اللي هي كل يوم ايه تصحى من النوم كده الصبح ايه ده فتحي عليم يا رزاق كريم. انا هو ما اتصلش، هو كتب لي كومنت، هو تجاهل. فهتلاقي نفسك الكوكب مخليكي بتكبري، لقيتي نفسك انت باقيه على العلاقه ما تستجيبوش لطاقات الكوكب. بقيت الابراج بقى يعني مثلا سرطان ما جبناش سهير. السرطان مين الخمس والاسد؟ ابراج هقول لك مش بيعرفوا يتخلصوا بقى. من عندنا سرطان في وعندنا اسد السرطان من 2019 وعندنا حوت. بيفلتر. لا ما انا عايزه اقول لك حاجه، ما هو انا السرطان كان بس سرطان من 2019 من الابراج اللي كان في تربيعات معينه كانت بتفلتر، مش هتيجي النهارده وتفلتر. انت يا سرطان حدث 2019 بالفعل يعني 2020 2021 السرطان مخله كتير، حصلت انفصالات وطلقات كتير لمواليد السرطان، وخصوصا 2020 و2021. معظم مواليد السرطان هيكتبوا معانا دلوقتي فعلا، معظم حالات الطلاق جت عند السرطان من اواخر 19 و20 و21. اللي لسه ما انفصلش هيكمل فلتره، بس انا ما قلتوش لانه اوريدي مش محتاج، هو بيفلتر طب لوحده. طب انت بتقولي في الاسد، طب والاسد الحوت الاربع شهور، لان الاسد من الناس اللي فلترت برضو خلاص. فلترت؟ الناس كتير والحوت. من الاسد. لا الحوت لا ما عندوش فلترة لا ولا لا 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 لا، الحوت باقي، دماغ يعني. الحوت قاعد.